وهذه فقرة مقام ومقام، ومعنا الذي لا يسمعنا ماهر الشافعي. أهلا بك. أهلا فيك أستاذ عارف، يا هلا. وأنت تقسم على مقام الصبا. نعم. هذا المقام الذي أتهمه دائما بأنه المقام الحزين. نعم صحيح. نعم. ونفترض قصة كي نعبر عن حزن هذا المقام. هذا رجل حبس ابنه في مشاجرة إلى آخره، جلس في بيته مهموما. نعم. المسلسل ليس فيه كلام الآن، الموسيقى سوف تعبر عن همه، وبعد ذلك سيخرج ابنه من الحبس ويدخل، يفتح الباب ويدخل. فالموسيقى يجب أن تتغير، أن تعبر عن البهجة. نعم. إذن نحن الآن في جو الحزن. وفتح الباب، هنا انتقلنا من الصبا إلى البيات. نعم. فتحنا النوى. نعم صحيح. بالمناسبة في المسلسلات لماذا لا يستعملون موسيقانا الشرقية في الموسيقى التصويرية؟ والله يعني سؤال مؤلم نوعا ما، ولكن يبدو أنه الثقافة السائدة الآن هي ثقافة التآلفات الصوتية، أو ما يعرف بالهارموني بالإنجليزية. فأغلب الذين يحبون الهارموني يفضلون أن يبتعدوا عن الموسيقى العربية، لأن مقاماتها لا تعطيهم الفرصة الكافية، أو لكي أنهم لا يجتهدون بما يكفي. ممكن. نعم. كي يدخلوا الهارموني على موسيقانا. نعم صحيح. ويعني الأغلب يستخدم مقامات ليس فيها صوت الربع تون، كالتي تحدثنا عنها في الحلقات القادمة، الأغلب يتجنبها. وحتى في الأغاني، وفي يعني ليس فقط في الموسيقى التصويرية، يعني حتى في منذ سنين لم نسمع أغاني على مقامات. أنا أتذكر كلمة قالها لي شرب الروحانة الموسيقار اللبناني. نعم. قال لي موسيقانا صارت كرد في كرد. نعم صحيح. هذا المقام الخالي من الربع. نعم صحيح فعلا. تستمع إلى يعني تسمع عن ألبوم لمغني جديد نزل إلى السوق، فتذهب إلى أنغامي أو إلى اليوتيوب لكي تستمع إليه، فتبدأ بسماعه وتنتهي وأنت في نفس المقام، يعني من بداية الأغنية وحتى نهاية آخر أغنية في الألبوم، وأنت بين الكرد والنهاوند وقليل من العجم. ونحن في مقام الصبا. نعم. وفيه ربع هو مقام شرقي. نعم صحيح. وستعزف لنا شيئا مفرحا. نعم. وله قصة تحدي عبد الوهاب. عبد الوهاب لم يلحن على الصبا سوى أغنيتين قديمتين. صحيح. ولكنه في أمل حياتي خطر بباله أن يكون فرحا راقصا على مقام الصبا. نعم صحيح. والكلمات أنت خلتني أعيش الحب أحلى حب. نعم. وبعدين كل الناس حلوين في عيني. نعم. حلوين. هذا الكلام كيف يلحن على الصبا وقد لحنه؟ نعم. فكيف كان ذلك؟ كان ذلك كما يلي.
كسر الكراسي في القاعة. الأستاذ ماهر الشافعي، شكرا لك. العفو أستاذ عارف، أهلا فيك.